استمرت مرافعة دفاع المتهمين حيث تناولت الكلمة زميلتي التي تدافع عن زويتا وتناولت باقتضاب وبموضوعية ما ضمن محاضر الضابطة القضائية وأولتها حسب وجهة نظرها لتخلص على أنه ليست له علاقة بالأفعال الجرمية. ربما أنه الحقيقة عكس ذلك وأنني سأتناول التعقيب على جميع ما أثرته في الجلسة المقبلة. ثم تقدمت زميلتنا من مكناس من هيئة مكناس دفاعا عن المتهم الرئيسي وأدلت بوثائق عديدة وجديدة وغير مفيدة لأنه لا تتعلق بالفعل الجرمي، لا يمكن أن ندلي بتذكرة عمره للقول بأن الشخص لم يرتكب الفعل. أمر هناك من صلى الفجر وقتل، بالتالي لا يمكن أن نتخذ الشعائر الدينية مبررا، بل هناك من يتخذها موضة، بالتالي لا يمكن أن ينفع أو يؤثر في الملف. كذلك أدلت بعدة وصفات طبية وشواهد طبية، بل أكدت على أنه عندما يتناول الدواء فإنه يفقد التركيز ولا يقدر على الحركة، وإن من يضعه في سريره هو السائق، مع العلم أنه الكل يؤكد بما فيهم من لبس ثوب السياقة مسمى أيمن رياض، أكد على أنه عند الخروج من ماكدونالد فإن أشرف صديقي هو من تولى السياقة إلى مدينة مراكش. وبالتالي ما سمعتموه وما جاء في دفاع المتهم الرئيسي من خلال الزميلة والكلمة بعيد كل البعد عن التحليل المنطقي السليم وبعيد عن وثائق الملف، وأعتقد جازما أن لن يؤثر في صناعة قرار المحكمة. سنتناول الرد على ذلك بكل تفصيل إن شاء الله في جلستي بعد غد، لأن المحكمة ربما من خلال تأخير الملف إلى جلسة الخميس أنها لها النية أن تبت فيه قبل عيد الفطر إن شاء الله، ونتمنى ذلك. وبالتالي على أن الملف ربما ستختتم فيه المناقشات يوم الخميس المقبل، ولن ننسب إلى الضابطة القضائية يكذبه المحضر ويكذبه تصريح المتهم الرئيسي الذي استمع إليه وأكد على أنه متهم بكامل حقوقه، وكان في كامل حقوقه لأنه من اختار التوجه إلى العيون، فكيف لشخص يريد التهرب من الجريمة بكامل الإدراك وعندما يحضر الضابطة القضائية نأتي بعد 6 أشهر من المحاكمة أو 7 أشهر لندعي بأنه لا يعرف ما يقول عندما يتناول أدوية، بل أنه أكد أمام قاضي التحقيق على أن لم يتعرض لأي إكراه أو ضغط لدى الضابطة القضائية، وتعرف على نفسه وتعرف على وقائع القضية من خلال الفيديوهات. ثانيا على أن محاضر الضابطة القضائية في الجنايات هي مجرد معلومات يمكن للقاضي أن يعتمدها أو لا يعتمدها، ولا نعتقد أن الإدلاء بشواهد طبية تعود إلى 2018 والإدلاء بحكايات من شأنه أن يكذب محضرا رسميا ووثيقة صادرة عن سيد قاضي التحقيق. فما قيل هو من أجل الاستهلاك ربما الإعلامي ولا يؤثر من ناحية الدفاع ومن ناحية أسباب الإعفاء من العقاب. تكلموا عن جريمة 2018 قال فيها القضاء كلمته وليس بين يدي وثائقها، ولكن الأكيد والذي أؤكده انطلاقا من الوثائق وليس معرفتي بأشرف صديقي، أنا لا أعرفه ولا يمكن أن أعرفه، ولكن انطلاقا من الوثائق وشخص في كامل القوى العقلية وشخص ربما مصاب فعلا هو أنه يتمتع بالإغداق عليه من المال، وأن عائلته تحاول لا تحاول أن تصلحه بل أن تحاول أن تغطي على أخطائه، وهذا عيب في التربية. وبالتالي عندما تمت الإشارة إلى الأم وإلى أن لها مدرسة، أنا كان الأولى بها أن تخصص جهدها
لتربية ولدها لا أن تفتح مدرسة، وأنتم تعلمون كل من له المال الآن يمكن أن يفتح مدرسة أو مستشفى ويشغل الأطر. هذا صاحب الشكارة، لا يمكن أن من فتح مدرسة على أنه يتصف بالتربية والإخلاق الحميدة، بل أن من يدل على أن الأم أدت مهمتها هي أن تعد أبنائها ليكونوا مثالا للأخلاق وللتربية وليس لارتكاب الجرائم.